في هذه الحلقة نتعرف على تقنيات البث المباشر المستخدمة في التغطية الإخبارية، وأنا أعرفكم على طابعات ثلاثية الأبعاد لصناعة العقاقير. أما أنا في معرض سوبر هيومن في لندن للتعرف على علاقة جسم الإنسان بالتكنولوجيا. عادة ما تلجأ القنوات الفضائية إلى استخدام تقنيات البث المباشر بالأقمار الصناعية من أماكن مختلفة حول العالم لتغطية أحداث سياسية، رياضية وثقافية مختلفة للجماهير. ولكن في هذا التقرير الخاص من برنامج فورتك نتعرف على تقنية البث المباشر وكيف أثرت التقنيات الحديثة في عملية البث بالأقمار الصناعية. فمرحبا بكم إلى هذا التقرير. هذا هو زميلي فاضل الفضلي من وحدة البث الخارجي في البي بي سي، سيعرفنا على هذه التقنيات. مرحبا. أهلا أهلا حازم. فاضل، أتيت للتو من ليبيا حيث كنتم تغطون الانتخابات الليبية. نعم. نريد أن نتعرف منك على تقنيات البث المباشر هذه. حازم، كما ترى أن التقنيات الآن أصبحت حديثة جدا ومقننة، أصبحت الأجهزة كلها صغيرة، ليس مثل قبل كانت الأجهزة كبيرة ومكلفة. أوكي. الآن لو ترى أمامي هناك عبارة عن كاميرا، جهاز لابتوب، جهاز إرسال ومايكروفون. هذه كل الإمكانيات الآن التي نستخدمها في النقل المباشر. إذا كنت أود أن أذهب إلى مكان في أفريقيا أو في أي مكان في العالم وأود أن أنتقل مباشرة من هذا المكان ببث مباشر إلى غرفة الأخبار أو إلى أي قناة، كل ما أحتاجه هو هذه المعدات التي نرى. هذه بشكل بسيط جدا، هناك جهاز البيغان الذي يؤمن لك اتصال مع القمر واتصال مع جي بي اس، تحديد موقع وتأمين خط انترنت. أوكي. من بعدها يقوم الجهاز اللابتوب بسوفتوير خاص، أوكي، بتحويل هذه الإشارة من الكاميرا وبثها إلى المحطة بواسطة آي بي، رقم تعريفي لكل محطة ولكل جهة أنت بتتعامل معها. هذا رائع، ولكن كيف يختلف هذا النظام الذي نراه الآن، معدات بسيطة جدا، عن مركبات النقل الخارجي التي نراها أحيانا في أماكن التغطيات المباشرة؟ صحيح، في السابق كانت هناك سيارة كبيرة تحتوي على مجموعة كبيرة من الصحون تسمى سلاحاً SNG. الOB هو سيارة شاملة كل شيء، ثلاث كاميرات زائد ميكسر صوت زائد ميكسر فيجن ميكسر زائد أي شيء، بالإضافة إلى أجهزة إرسال اللي هي SNG. أوكي. فكانت أجهزة كبيرة وتحتاج مساحة كبيرة للنصب طبعاً. ليست مساحة صغيرة، ليست مثل الآن اللي تشوفوك عبارة عن كلها 5 أمتار مربعة. That's all. أوكي. بالأجهزة السابقة كانت أيضا تحتاج إلى عاملين أكثر، أشخاص أكثر يعملون عليها، شخص بينصب SNG، شخص بيقوم بتأمين الإرسال، شخص بيقوم بتأمين الاتصال الفون عن طريق ما بين المراسل والمحطة، وشخص نقول أنه يتابع الخط الراجع من المحطة لكي يؤمن استمرارية الصورة. إذا أردنا التفضيل بين هذا النظام الذي نراه الذي يمكن حمله في شنطتين أو ثلاثة وبين نظام SNG أو العربة النقل المباشر الكبيرة التي، يعني أيهما ستختار ولماذا؟ أختار هذا النظام لأنه أسهل في الحمل، ممكن الوصول إلى أي منطقة نائية بسهولة بدون عناء، ممكن تأمين خط بسهولة لأنه كل الأقمار الصناعية هي على خط مدار خط الاستواء. أوكي. فإذا كنت في نصف الكرة الشمالي فتؤمن إلى الجنوب، إذا كنت في نصف الكرة الجنوبي تؤمن إلى الشمال. دعنا نجرب تشغيل هذه الأدوات الآن. أوكي. كما ترى حازم هناك هذه الخريطة العالم كاملة. أوكي. وهذه مجموعة الأقمار التي ممكن الاتصال فيها. أوكي. الآن حازم نبدأ بالاتصال في القمر، فيعطيك أنه في حالة register with standard IP data connection. أوكي. الاتصال المعلومات، ممكن أنه تبعث معلومات. قسم الداتا ندخل عليه، هناك نوعين، تبعث معلومات زائد استخدام هاتف أو بتستخدم البث المباشر. لو ربطنا connect بيسألك، هناك charge، هناك مصاريف، كلفة مادية بتحملها كل دقيقة في البث. أوكي. نعطيه أوكي، فيبدأ بتأمين لك خط أوسع 256 كيلو بايت.
أكبر من الداتا. الآن تم الاتصال بالقمر. أوكي. من بعدها نذهب إلى سوفت وير اللي هو الكويك لينك لايف. هذا الكويك لينك لايف هو الذي المحطة تشاهد صورتك أوكي. وتسمع صوتك في نفس الوقت. الآن شايفين صورة كاميرا موجودة وهذا الشارع اللي موجود أمامنا. أوكي حازم، ممكن الآن نجرب أمام الكاميرا. كما ترون فأنني أنا الآن أقف أمام هذه الكاميرا، وهناك جهاز كمبيوتر محمول وجهاز البيغان الذي يرسل الإشارة عبر الفضاء عبر الأقمار الصناعية متصلا بالإنترنت. هذا التطور التقني الذي نعيشه الآن جعل هذه العملية ممكنة بمعدات بسيطة وبأشخاص قليلة، بينما كانت تتطلب مسألة كهذه عربات للنقل الخارجي الكبير بالفضاء، وتتطلب أيضا عدد كبير جدا من الأشخاص وتكلفة مادية لنقل العربات وما إلى ذلك. وإنما كما ترون الآن أمامنا مايك لابتوب وجهاز بيغان للإرسال، هذا كل ما في الأمر فاضل. ولكن يعني بالرغم من أن المسألة تبدو بسيطة، أنت كنت في ليبيا تغطون الانتخابات، لابد أن هناك عقبات تقنية تحدث أثناء البث تجعل أو تحديات تجعل عملية البث أصعب مما نرى الآن. صحيح حازم، في كثير من المناطق اللي قمنا بالتغطيات الإخبارية لها في العراق في ليبيا، الآن إحنا قادمين من ليبيا، هناك حالة يجب أولا أن تختار المكان المناسب لعمل إرسال إلى المحطة. اختار البيغان يجب أن يأخذ حيز واسع لكي يرسل إشارته، فكثرة المباني وكثرة الظروف اللي حولك ممكن تعيق الإشارة. لازم تكون أنه إشارة قوية بتوصل ما بين 45 والـ100%، يجب أن تكون فوق 45 لكي تؤمن إشارة صح. ولكن للأسف شديد يعني قد لا يتاح لك دائما رفاهية اختيار المكان، لأنه المشاهد يريد أن يراك في وسط الأحداث. لذلك نستخدم بعض الكيبلات أو الوايرات الطويلة التي تربط ما بين البيغان والكاميرا، فتجد مرات أنه يكون البيغان في مكان والكاميرا في مكان آخر. فاضل، لماذا لا نذهب إلى الأعلى ونرى كيف تستقبل هذه الصورة في داخل المحطة الفضائية؟ تفضل. تفضل. كما ترى حازم، هذا قسم الأقمار الصناعية، وهذه الصورة التي تأتي من الكاميرا من خارج المحطة ممكن بثها إلى أي مشاهد. إذن بكل هذه البساطة الأجهزة التي نصبناها في الأسفل فاضل تمكننا الآن من رؤية الصورة مباشرة. نعم. ويمكن بثها لأي مكان في العالم. نعم. إذن شكرا جزيلا لك فاضل. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كما شاهدنا أعزائي المشاهدين، فإن هذه التقنيات المتعلقة ببث الصور لايف عبر الأقمار الصناعية المتصلة بشبكة الإنترنت جعلت من البث التلفزيوني المباشر عملية أسهل، أقل كلفة، وإلى حد ما أكثر جودة. إلى اللقاء. قامت الشركة المطورة لبرنامج سكايب للمحادثة بإطلاق تحديثات من شأنها إصلاح خطأ ظهر في البرنامج أخيراً. بسبب هذا الخطأ وصلت الرسائل الخاصة السريعة إلى أشخاص آخرين، وليس مما يرغب المستخدم أن تصلهم الرسالة. الشركة قالت إن عدداً قليلاً من المستخدمين عانوا المشكلة، ولكن مع وجود أكثر من 500 مليون مشترك في الخدمة قد يكون ذلك القليل كثيراً بعض الشيء. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير نسخة جديدة ومعدلة لباقة برامج أوفيس. باقة أوفيس 2013 ستتوافق فقط مع نظام ويندوز 7 وويندوز 8. صممت هذه الباقة لتعمل بسلاسة على الأجهزة المحمولة، وتم تعزيز برنامج الأوتلوك فيها بخاصية سكايب للمحادثة. بعد فترة من البحث عينت شركة ياهو رئيساً تنفيذياً لها وهي ماريسا ماير. ماريسا ماير كانت تعمل منذ عام 1999 في شركة جوجل في تطوير محرك البحث وخدمة الخرائط، ويؤمل أن تساعد ياهو في الرجوع إلى صدارة المواقع الإلكترونية والمنافسة في سوق التقنية والإنترنت.
يبدو أن خدمة جوجل لتصوير الشوارع والأماكن لم تبقي شبرا على الأرض إلا ووصلت. آخر ما صورته جوجل كان أكواخ وكبائن في القارة القطبية الجنوبية، استخدمها مستكشفون أمثال إرنست شاكلتون وروبرت سكوت. الكبائن بنيت في بدايات القرن الماضي، وكان يستخدمها الرحالة في رحلاتهم الاستكشافية للقطب الجنوبي. علماء في جامعة غلاسكو ابتكروا طريقة لصناعة المركبات العضوية وغير العضوية التي تدخل في صناعة العقاقير، معتمدين على طابعات ثلاثية الأبعاد. تعالوا لنلتقي الدكتور لي كرونين القائم على هذا المشروع. دكتور لي، كيف بدأ مشروع الطابعات ثلاثية الأبعاد؟ We started working with 3D printing a couple of years ago, and the idea we came up with. بدأنا العمل على الطبع ثلاثي الأبعاد قبل عامين. كانت الفكرة أساساً ترتكز على طباعة الوعاء الذي يتم فيه خلط الكيماويات، ووجدنا أنه يمكننا تصميم الوعاء وخلط الأدوية فيها. سأريك هذا النموذج. هنا يتم خلط الدواء، يسير داخل الأنبوب، نحقن فيه تركيبتين كيماويتين فتسيران داخله، تتفاعلان، ثم يخرج الدواء سائلا من هنا. هذا جهاز صغير تستغرق صناعته وقتا طويلا، عدة أيام في الواقع، لكننا نصنعه هنا في دقائق. كما يمكننا دمج الكيماويات عبر هذا الوعاء الذي طبعناه، بحيث ندخل مركبا من هنا وثانيا من هنا وثالثا من هنا، وإذا حركته هكذا ينزل المركب، ثم أحركه من الجهة الأخرى فتستقر المحتويات الثلاثة في الجوف وتتفاعل. And also there would be a little sensor that you print in that would tell you when the drug has finished printing and it's okay to use. هناك في الوعاء مجس صغير يصدر انذارا عند الانتهاء من طباعة الدواء وجهوزيته للاستخدام. ولكي لا تقع الآلة في أيدي مزوري الأدوية، جعلنا السوفتوير أو برنامج الطابعة الترخيص الوحيد لصناعة الدواء. استخدمنا العديد من البرامج مفتوحة المصدر. لقد وظفنا فهمنا للكيمياء مع فهمنا للهندسة ثلاثية الأبعاد، وابتكرنا تطبيقاً خاصاً بنا. فالطابعة هذه أشبه بآيفون، والبرنامج وحبر الطباعة هما التطبيق، الآب يعني. وهل هذا يعني إنتاج أدوية زهيدة الثمن لمعالجة أمراض صعبة مثل السرطانات والـ HIV؟ HIV is a really important problem. HIV مشكلة مهمة، وكذلك السرطان. هناك أمراض عديدة. قد يمكننا في النهاية اعتماد هذه الآلة كأداة استكشافية، بحيث تكون دعامة نصنع عبرها نموذجاً لكبد أو كلية. بعد ذلك نقوم باختبار أدوية على الكبد أو الكلية الاصطناعية، وهذا مفيد جداً لعلاج السرطان، لكن هذا أيضاً يتطلب عشرات السنوات، ربما 20 أو 30 سنة. نطمح إلى توفير هذه الآلة في المناطق التي لا يمكن فيها صناعة الأدوية بسهولة، أو التي من الصعوبة وصول الدواء إليها، أو من الصعوبة توفير الدواء فيها في الوقت المحدد. دكتور كرونين، شكرا جزيلا. شكرا.
في فقرة تيك جواب لهذا الأسبوع نقوم بالإجابة على الأسئلة والملاحظات التي ترد إلى بريد البرنامج الإلكتروني وإلى صفحة البرنامج أيضا على الفيسبوك. وبذكر صفحة البرنامج على الفيسبوك أود أن أشكر كل الأشخاص الذين يتفاعلون معنا باستمرار على الصفحة ويقومون بإرسال الأسئلة والملاحظات والاستفسارات والتعليق على حلقات وفقرات البرنامج. كما نود أن نذكركم أيضا بفقرة أنا والتكنولوجيا، تلقينا بعض المشاركات ولكن لا نزال بانتظار العديد من المشاركات منكم. كل ما عليكم فعله هو تسجيل مقطع فيديو صغير تتحدثون في هذا المقطع عن التقنية المفضلة لديكم، أيا كانت هذه التقنية، ترسلوا إلينا هذا المقطع ثم نقوم بإعداده وتقديمه في فقرة أنا والتكنولوجيا. محمد الماري يطلب، وككل أسبوع هو وعدد آخر من المشاهدين في البرنامج على صفحة الفيسبوك يطلبون تمديد وقت البرنامج. للأسف يا محمد، وقت البرنامج محدد بالخريطة البرامجية وبمضمون البرنامج وبموضوعه، ولذلك فإن تمديده في هذه الفترة الراهنة على الأقل ليس ممكن، ولكن نعدك أن نضع هذا الأمر في الحسبان عند تخطيط الخريطة البرامجية الجديدة. مواعيد البرنامج والإعادات أيضا هي سؤال متكرر على صفحة البرنامج على الفيسبوك. قد لا يعلم العديد أن مواعيد بث البرنامج والإعادات موجودة في فقرة About أو عن البرنامج في صفحة البرنامج على الفيسبوك. البرنامج يبث ببساطة كل سبت في 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. يعاد البرنامج كل يوم ما عدا يوم الخميس. يمكنكم دائما المشاركة معنا بالأسئلة والمقترحات على بريد البرنامج الإلكتروني fortik@bbc.co.uk وعلى صفحة البرنامج أيضا على الفيسبوك facebook.com/bbcfortik. كما لا تنسوا متابعتنا على تويتر @bbc_fortik. يرتدي بعضنا نظارات طبية فيما يحتاج البعض الآخر إلى أعضاء صناعية. هل يمكن أن تحولنا التكنولوجيا إلى سوبر هيومن أو إنسان خارق للعادة؟ أنا هنا في ويلكم كوليكشن للتعرف على أبعاد هذا الموضوع. إميلي، أخبرينا عن هذه الأيدي الصناعية هنا. ننظر هنا إلى 500 عام من تاريخ الأيدي الاصطناعية. لدينا مثال ليد اصطناعية تعود للقرن 17 وهي مصنعة في ألمانيا. كما ترى هي ترتبط مع العتاد العسكري والسلاح. هذه اليد ليست للاستخدام اليومي وإنما لضمان استمرار الجندي في القتال بعد فقدان يده، أي أن يكون بمقدوره الاستمرار في حمل التروس خلال الحرب. لكن يمكننا مشاهدة بعض التفاصيل الدقيقة. سنرى مثلاً الأصابع تحمل لمسات دقيقة. يرافق هذه القطعة كتاب يعود لذات الفترة ويحتوي على رسوم تفصيلية لها. أما عند الوصول للمرحلة التي نحن نمر بها حالياً في صناعة اليد الاصطناعية، فلدينا هنا يد طورتها شركة إسكتلندية. هذه اليد تستخدم التقنيات الأكثر تطوراً في الوقت الراهن، وهي مزودة بمحرك خاص بكل إصبع، ما يسمح بحركة مستقلة لكل إصبع وإبهام. يتم تركيب الكف مع الذراع عبر وصلة تحتوي جهاز كمبيوتر يقوم بترجمة أوامر الحركة من عضلات الذراع وليس عبر الأعصاب. إنها تحتوي على برنامج، وهو برنامج يمكن تطويره بشكل مستمر. هذه الكف لا تعطي القابلية للإحساس، لكنها تعطي القدرة على حمل الأشياء بشكل حذر ومناسب. والأمر المثير هنا أن هذه الأيدي الاصطناعية أصبحت متطورة بشكل كبير، بحيث أنه إذا كان هناك أشخاصاً يعانون من مشكلة في أيديهم الطبيعية مثل فقدان القدرة على الحركة مثلاً، يقررون الاستغناء عن هذه الأيدي الطبيعية واستبدالها بأيد اصطناعية تمكنهم من القيام بوظائف حرموا منها.
هذا عمل فني آخر لفنانة تدعى دوروثي كروس، وهي تنظر لتطور تقنية العيون الزجاجية. هذه التقنية استخدمت لمحاكاة شكل العين، لكنها لا تقوم بوظيفة الإبصار. أنت تستخدم العين الزجاجية لتبدو للآخرين بمظهر طبيعي حتى لو كانت العين لا تبصر فعلياً. الفيلم يظهر مستوى الحرفية والتطور في هذه الصناعة لإنشاء عين تشبه عين الإنسان. هذه القطعة تسلط الضوء على علاقتنا بالتكنولوجيا. هي تعود لفنانة اسمها ريفيتال كوهين. لقد قامت باختيار عدد من الأجهزة الطبية وهي معدات تكنولوجية يتصل عملها بأعضاء في جسم الإنسان. قامت الفنانة بتعديل هذه الأجهزة لتتمكن من توصيلها ببعضها البعض وتشكل جسداً متخيلاً. لدينا هذا الجهاز، وهو حاضنة لرعاية الأطفال الذين يولدون قبل الميعاد. أما جهازي غسيل الكلى وجهاز وظائف الكلى فيقومان معاً بوظيفة الكلى وتنظيف الدم، وجهاز آخر يقوم بدور القلب والرئة خلال العمليات الجراحية. قامت الفنانة بالتعاون مع مهندس بتعديل هذه الأجهزة وإنشاء دائرة متصلة بين هذه الأجهزة لتعمل فيما بينها وكأنها مرتبطة بجسم بشري. نبدأ مع موقع راديو lingua.com، وهو موقع متخصص في تعليم اللغات عبر سلسلة من الدروس الصوتية أو بودكاست ومواد تعليمية أخرى تغطي لغات عدة وبطريقة سهلة ومبسطة. تعود شهرة الموقع الذي تأسس في العام 2006 إلى النجاح الكبير لسلسلة تعليم اللغة الأسبانية Coffee Break Spanish واللغة الفرنسية Coffee Break French. هذا النجاح ساهم في وصول عدد المرات التي قام فيها متصفح الموقع بتنزيل دروس اللغات إلى أكثر من 100 مليون نسخة إلى هواتفهم الذكية. الموقع توسع بشكل كبير معتمداً على فريقه الرئيسي الذي يقوده مارك ليقدم خدمات في عدة لغات على رأسها الأسبانية والفرنسية والألمانية التي يجيدها عدد من أعضاء الفريق، إلى جانب اليابانية والنرويجية والبولونية والروسية والعربية أيضاً وغيرها. الموقع الثاني هو موقع bcbuscadores.com، وهو متخصص في تعقب الدراجات الهوائية التي تتم سرقتها في أي مدينة حول العالم من خلال معلومات يقوم أصحاب الدراجات المسروقة بإدخالها على قاعدة المعلومات هذه التي قد تمكنهم من العثور عليها مستقبلاً، كما ستلعب دوراً في تحذير الآخرين من انتشار ظاهرة سرقة الدراجات في منطقة جغرافية ما حول العالم. الموقع كما يقول مؤسسوه انطلق من مدينة ملقا الأسبانية ويمثل تحركاً شعبياً يهدف إلى محاربة سرقة الدراجات الهوائية حول العالم. طريقة عمل الموقع بسيطة، قم بإضافة بياناتك الشخصية والمكان الذي سرقت فيه دراجتك إلى جانب صورة للدراجة. أترككم الآن مع هذا المقطع من موقع يوتيوب.